نحن ليست هذه السنة الأولى بقدر ما أنه هي السنة الثالثة التي تبادر فيها هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف في أكادير وقليميم والعيون إلى أن تقود أسرة العدالة برمتها في هذه الناحية التي تمتد على أكثر من نصف التراب المغربي لتنقل خطابا واضحا، وهو أنه أسرة العدالة ليست حبيسة قاعة المحاكم، بأن أسرة العدالة ليست حبيسة الملفات، ليست حبيسة الدفاع عن الأفراد، بقدر ما أنه نخوض في الدفاع عن ثوابت هذه الأمة، في الدفاع عن وحدتها الترابية. الانخراط في كل ملف يفتح يعني مستقبلنا داخل هذا الوطن. في هذا الإطار خلال هذه السنة كان لنا موعد في مدينة الداخلة بخصوص موضوع له رهينية المكانية والزمانية يتمثل في الآثار القانونية والسياسية للأطراف الدولي بمغربية الصحراء عقب هذه الطفرة من القنصليات التي تم فتحها بمدينتي العيون والداخلة عقب الاعتراف الأمريكي عقب تحرير معبر القرقرات. فاخترنا تاريخا وله رمزيته وبين عيدين، بين عيد ذكرى 46 للمسيرة الخضراء وذكرى تحرير ذلك المعبر معبر القرقرات، فأكدنا من خلال ذلك الملتقى بأننا منخرطون في التأصيل لذلك الاعتراف الدولي، في استسراق آفاق ذلك الاعتراف الدولي، في إعطاء القراءة القانونية السليمة لذلك الاعتراف الدولي. وكان ملتقى كان له أهميته وكان كذلك له أهمية من حيث المواضيع، من حيث ما تلاه من حوار كان مفتوحا مع الساكنة مع المواطنين الذين كان حاضرين لهذا الملتقى، فتميز بأنه ما أكده كل الحاضرين بأنه كان بالفعل بمثابة نبراس لأسرة العدالة من خلال تطرقها لهذا الموضوع. كذلك انتهزنا تلك الفرصة لنؤكد على أنه ليس هناك أي فاصل مكاني، أي فاصل ترابي ما بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية من خلال إبرامنا لاتفاقية تعاون مع سيدي نقيب هيئة المحامين الموريتانيين، لنؤكد بأنه نحن إخوة نلتقي في التراب ونلتقي في الدين ونلتقي في اللغة ونلتقي في الحضارة التي كلها لديها منطلق واحد وتتوخى استصراف مستقبل يلم كل هذه الشعوب المغاربية في وحدة خماسية، كما أكد على ذلك السيد نقيب هيئة المحامين الموريتانيين، دون أن يكون هناك إمكانية لإدخال سواء قسري أو بأي وسيلة أخرى لأي طرف أجنبي عن هذه التشكيلة الخماسية للدول المغاربية. انتقلنا إلى مدينة العيون في موضوع كذلك له رهينيته، عندما نتحدث عن أن هناك تنمية لهذه الأقاليم الصحراوية، التنمية نريد أن نؤكد من خلال هذه الملتقى أنه بموازاة مع التنمية العمرانية، بالموازاة مع التنمية الاقتصادية، بالموازاة مع التنمية البشرية، هناك تنمية منطلقها العدالة، لأنه حاضر الدول، مستقبل الدول رهين بتكريس مبادئ العدالة هي التي تمثل عنوان دولة الحق والقانون. في هذا الإطار كان لنا هذا المحور، العدالة في نموذج التنموي الجديد الذي تم الإعلان عنه، لنؤكد على أنه كذلك معني لهذا الورث، ورث التنمية الذي تم الإعلان عنه في هذا الوطن، ولنعلن بأنه العدالة كذلك ونحن الماسكون بزمامها مع أسرة القضاء قادرون على أن نكون فاعلين في هذه التنمية، في هذا المسار التنموي الذي تسير عليه بلادنا، ونتمنى أن نكون قد وفقنا كأسرة للعدالة، قضاة ومحامين وكتاب ضبط وكل المهن القانونية والقضائية في الوصول إلى الغاية المرجوة من الكل. وشكرا لساكنة الداخلة والعيون على رعاية وعناية بهذين الملتقيين.